Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hanya kembali ya syabab fi maratin wa nandr terjana lakum marat ثانية فيديو جديد مع ايرو فرايت. ان شاء الله اليوم راح نشرح لكم كيف تسوي بيلت للماسترز او التيم سكواد حقونكم انتو. مو اي حاجة ما يهمنا طبعا في السكواد، لا نت 5 4 ولا 3 ولا 2 ولا حتى 1. اهم حاجة عندنا هنا المارك. طب حتيجي تسألني تقول والله المارك كيف تشتغل؟ المارك هي عبارة عن الكومبو بالضبط، يعني السبيشال ابيليتي حقت الماسترز حقونك. كيف تقدر تسوي كومبو؟ اول واحد بيتحرك، الثاني مين حيتحرك، والثالث مين. عندك ثلاثة كومبو ورا بعض يعني بتتلاعب في وصل فايت. حلو، نبدا. اول حاجه نفترض طبعا الماسترز عندكم الهيرو اللي هم يعتبروا الهيرو او الليدر حقونكم اللي بتلعبوا فيهم المين. عندنا 1 2 3 4، نختار احنا اي واحد فيهم وعلى حسب ايش طبعا الابيليتي حقون التيم. بس مو ذا الاهم شيء، الاهم حاجه الماسترز الثانيين العاديين، لانه احنا نقدر هنا نغير طبعا الحركات. عندنا سكيلات انت شايفين 1 2 3 4، وكل واحد لها مارك معينه شايفينها انتم على اليسار هنا تاد هنا تاد يس هذه هي طق 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 طق. anyway so على حسب طبعا الابيليتي اللي ناقصه عندك من الماسترز اللي انت راح تختارهم اللي حيكون مع الهيرو ذا نفسه، تختار انت طبعا الابيليتي الناقصه. مثلا ما عندك ديفنس بريك في التيم، تاخذ ديفنس بريك. عندك كل هيرو اللي عنده ديفنس بريك بشتى الطرق، اي واحد بيسوي ديفنس بريك. انا ما اعتقد التانك ما بيسوي، اي دونت كير. المهم القصد هنا المارك تقدر انت تغيره وتختار اللي انت تبغاه. نعتبر نحن نحتاج اول حاجه تانك، تو دامج ديلر، وغير كذا السبورت اللي هو يا هيلر يكون يا يكون سبورت على حسب انت ايش كيف تبغى تروح. اوكي، افترضنا احنا اخذنا التانك هذا الدبدوب اللطيف الظريف اللطيف، يا المارك حقته تختلف. عندك هنا برايمري مارك وفي سكندري. طيب ايش الفرق بين الاثنين؟ البرايمري هذا اللي حركته هو، اوكي؟ اللي يحتاجها من المين هيرو عشان يقدر يطبقها السبيشال ابيليتي. اما السكند اللي هو فولو اب اللي يعتبر عليه الكومبو، يعتمد عليه. كومبو نشوف احنا السكند مارك هنا شايفين، ما نعرف صراحه ايش اسمها دي، بس الفولو اب مين بعده يلعب على طول. مثلا هذا السبورت بيسوي له ديفنسيف بريك وات ايفر ايش هي، او بيعطوا بف بعض الاحيان. السكند نبغاه دامج ديلر نسوي كومبو معاه. نشوف عندنا الدمج ديلر مثلا عندنا زي هذه، alright. هذا عندنا المارك حقتها الأساسية، نفس المارك حقت الدب التانك اللي هي السكند، يا هذه السكند حقت المارك التانك، alright. لكن سيبكم من السكند واحدة. شوف هي السكند هنا على طول نشوف واحدة بتكون عندها نفس المارك هذه بس المين، فبكذا في شانس إنه تشتغل الكومبو حقتها. بعدها تقدر تسوي 3 كوب ورا بعض على طول تفكير يس. بس لكن نحتاج المارك دي، ايوه كده ايوه. بص ازاي نحتاج المارك دي لشخصيه ثالثه اللي هي مثلا دامج ديلر، لا هيلر، نفترض هيلر او دامج ديلر. يا مين في عندنا؟ ليتس جست سي دامج ديلر. حنروح طبعا باثنين دي بي اسر واحد تانك، وبعد كده حناخذ لنا هيلر. هي الدامج ديلر عندنا مثلا زي النينجا هذه الساموراي ما اعتقد. الفيرست مارك حقت السكند اللي هي اول واحده نفسها، والثانيه تطلع ايش؟ دي. بص دي هذه سهم على تحت. وبكذا طبعا احنا سوينا زي روتيشنز، اوكي؟ سيركل على كل الشخصيات، كل واحد بيشغل الثاني، فهمتوا قصدي؟ هذا انتوا كيف كذا تبنوا الماسترز حقونكم، لا تبنوا اي حاجه او عشوائيا، ممكن يكون في بعضهم اوكي كويسين او بي، بس انت اهم حاجه سووا الكومبو مع اثنين دامج ديلر اساس يبدوا مع بعض، كل واحد يشغل الثاني، بكذا تقدر تخلص طبعا الرؤساء البوس ولا الستيج حقت اللعبه اسرع، تقتلهم بسرعه لانه احنا عندنا تايم. ما بنقدر نلعب والله مثلا نقعد نطول ابو 10 دقائق في بس واحد، ما حينفع لانه عندك التور راح ينفجر ويكون وايب. سو كذا احنا لو نفترض انه هذه الساموراي بدات اول مش التانك، يا التانك احنا قلنا نبدا التانك اول راح يلعب بعده البنيه هذه، وبعد البنيه هذه راح تشغل الساموراي، وبكذا عندنا احنا ثلاثة حركات سبيشال مرة واحدة. لو نفترض هذه لعبة أول واحدة اللي هي النينجا، يب حتشغلنا احنا التانك برايمال، برايمال مارك. هنا عندك تانك، تانك عنده طبعا هنا البرايمال راح تشتغل تانك، بعدها راح يشغل لك المزة دي. فهمتوا انتوا ايش القصة حقتهم؟ ترى اللعبة جميلة، لعبة جميلة بس يبغى لها شوية ايش؟ تظبطه. لو جاك نت 5 جنبه على جنب، أنا جاني والله بتجنبه على جنب لأنه ما عنده تيم. الاشارات حقته المارك كلها بتختلف، غير
مره توتلي غير، ما يعني ممكن يمشي معاها بس فقط التانك، يعني هي حتشغل لي التانك بس التانك ما راح يشغل لي هي، فاحتاج ان انا اخذ ماسترز مثلا بنفس الاشاره هذه بيملك السكند، بتكون هذه اللي السهم اللي على فوق عشان هذه البنت تشتغل. فكذا نو، ممكن احتاج انا ابني لها تيم ثاني، يعني نت 5 ممكن تشتغل مع دي. يا جميل، هذه بتشغل نفس المارك مرتين، او بنقدر ناخذ هذه وهذا مع حاجه ثانيه، ممكن يا حاجه ثانيه لازم ممكن يكونوا موجودين برا عندي في الستورج. شوف الستورج، نضغط عليه هنا، تقريبا عندي ممكن دا يمشي معاها او دا يا ممكن هذول الاثنين بيمشوا مع ايش النت 5، بس احتاج اني انا الفلها، وبكذا لو اني لفلت حضيع وقت كثيره، فحجنبها انا على جنب، اخلص المين اللي انا بديت معاهم بيهم اول حاجه عشان امشي في الستوري حق اللعبه، اخلص يكون في بروجرس، فاهمين؟ لكن لو اني دخلت في دي حيكون شيء متعب صراحه وحتعب. اوكي، فاحنا تكلمنا احنا كيف نسوي السكواد حقتنا والتيم، ان شاء الله انا افدتكم طبعا في الفيديو هذا. الرونز حنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي، ابسود 3 حيكون. اتمنى لكم التوفيق يا شباب، ولا تنسوا لايك سبسكرايب، وتشوفكم على خير. بيس يا ولد.